أحد الإخوة يسأل: هل يضحي المسافر؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذهب جمهور أهل العلم بما فيهم الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن الأضحية مشروعة في حق جميع الناس، أهل البوادي، أهل الحضر، المقيم، المسافر، الحاج، الكل سواء. وبهذا القول قال الإمام البخاري كذلك رحمة الله عليه. وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن الأضحية في حق المقيم لا المسافر، وليس على الحاج أضحية، وأما المسافر عنده فالأضحية في حقه تطوع فقط. واستثنى الإمام مالك الحاج من المسافرين، وقال أنه لا أضحية على الحاج، وهذا هو قول عمر رضي الله تعالى عنه وقول إبراهيم النخعي وغيرهم من أهل العلم. فالأضحية عند المالكية لا تسن للحاج بمنى، ما يذبحه الحاج هو هدي لا أضحية. وقد فصل في هذا الأمر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره المشهور أضواء البيان تفصيلا حقيقة قويا متجها شافيا كافيا بينا، ورجح مذهب الإمام مالك، فليرجع لمن أراد التوسع في ذلك إليه. إذن المسافر مخاطب بالأضحية كالمقيم، إلا الحاج فلا أضحية عليه لكونه حاجا لا لكونه مسافر. ولكن لو فرض على أن الحاج ترك لأهله ما يشترون به الأضحية فضحوا، كان له أجرها إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.